بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح معادنا الاسبوعي الثابت مع الاستاذه الدكتوره هبه قطب، بنطرح فيه موضوع خاص بملف الثقافه الجنسيه. دكتور اهلا وسهلا بحضرتك. خلوني بس في الاول، حقيقه عندنا مجموعه موضوعات هنتكلم فيها قبل ما نبدا حلقتنا وقبل ما نحط علامه للكبار. فقط النهارده الحقيقه مصر فقدت فنان كبير جدا، فنان له قيمه وقامه كبيره جدا، فنان قبل ان يكون فنان فهو انسان نبيل وانسان راقي وانسان محترم وقدم اعمال كلها اعمال متميزه جدا. فقدنا النهارده الفنان الكبير محمد وفيق. الفنان محمد وفيق الحقيقه من الفنانين المتميزين جدا اللي بيعرفهم على المستوى الانساني والشخصي، يدرك قد ايه هذا الانسان انسان نقي، انسان صالح جدا، انسان طيب القلب جدا، انسان مهموم بالناس جدا، انسان عفيف اللسان جدا. رحم الله الفنان الكبير محمد وفيق. ليه يا فندم نضمن ان الزياره تؤدي الغرض منها؟ اتصلت بوزاره الحربيه وعملوا كل اللي طلبناه يا فندم. يعني مفيش مشاكل؟ البركه في سيادتك يا فندم. قول يا عزيز، انت سعيد ان 313 جاي مصر؟ بالطبع يا فندم. وناوي تقابله؟ انا ناوي اشوفه لكن يستحسن ما يشوفنيش. بلغك لاله لمصطفى عبد العظيم؟ السيد مصطفى وصل امبارح وقال لي على كل حاجه يا فندم. عزيز انا عايز اقول لك اني سعيد بتعاونك معايا، متشكر قوي. متشكر جدا يا فندم. طبعا انت عارف اني هتنقل. بلغنا يا فندم، ولو ان ده مكسب للبلد لكن خساره كبيره لينا. بركه فيكم. متشكر جدا يا فندم واتمنى لسيادتك التوفيق. معنى كده ان رأفت ما قدرش يقعد في اجمل شواطئ الدنيا اكتر من 3 ساعات عشان يجي مصر. معنى كده انه هيوصل بكره؟ لا يا فندم، رأفت لازم ياخد راحه قبل ما يجي مصر باي شكل. معنى كده انك عملت تعديلات في الخطه؟ لا يا فندم، مفيش اي تعديل ولا حاجه. كل ما في الامر ان رأفت لما هيوصل مدريد هيلاقي طياره مصر ميعادها بكره، وبالشكل ده هيقضي ليله في مدريد ويبقى عنده فرصه للنوم والراحه 24 ساعه. ومين قال لك بقى يا سيدي انه هينام ويرتاح؟ ده رأفت يا عزيز وفي مدريد. لا بس رأفت حريص، والفندق اللي هو نازل فيه في اطراف البلد يعني قريب من المطار، وعشان يتحرك وينزل مدريد ويرجع عاوز له 2 ساعة على الاقل. وعلى كل حال الفندق في حضن الجبل ومزارع اللوز والمشهد هناك. رحم الله الفنان الراحل الكبير محمد وفيق.